تعليمات رئيس الجهاز اليوم إن شاء الله تنطلقوا الرحلة عن طريق البر من جنسيات مختلفة، مصر، في تشاد، السودان، في مجموعة تم التعاون مع جهاز الشرطة القضائية، في منهم مجموعة عندهم أحكام عن طريق النيابة العامة، إن شاء الله حيتم ترحيلهم اليوم حتى هم. والتعليمات إننا نحاول نسرع في وتيرة العمل ونساعد المهاجرين للعودة لبلدانهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرائد نصر خاتروشي، رئيس مكتب الترحيل بجهاز الهجرة غير الشرعية. نلتقي في هذا اليوم بمناسبة البدء في عملية ترحيل عدد كبير من المهاجرين داخل الأراضي الليبية. طبعا الجزئية اللي نحب ننوه عليها هي جزئية نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالترحيل والإبعاد خارج الأراضي الليبية. الموضوع هذا يسبب إرباك ويسبب مشاكل ضخمة نظرا لتزايد أعداد النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل من القضايا الأخرى من الجنائية أو غير الجنائية. النزلاء هذوما صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإبعاد خارج الأراضي الليبية. ونشكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتبنيه هذا الموضوع باعتباره اختصاص أصيل لهذه الجهة. نشد على أيديهم بعملية تسريع عملية ترحيل كافة المهاجرين الغير الشرعيين. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم، تسلم يا فندم.